أخوتي وأخواتي، مرحبا بكم في هذه الحلقة لنستكمل معا ما كنا بدأناه في الحلقات الماضية، وخاصة في الحلقة الأخيرة حينما تكلمنا أن عمر له مشكلة كبيرة مع الرجال الذين على قدر من الوسامة والجمال، وهي مبررة من وجهة نظر أخرى بصفته كحاكم لا يريد أي أمر يكون فيه إثارة للفتنة في المجتمع، وأنه يحمي رعيته من القيل والقال والقلاقل، حتى وإن كان سببها قرض شعر في رجل جميل أو حسن المظهر، أو كان ما نقول عنه الآن يعني رجل جذاب للنساء. حسب المصادر، سمع عمر ذات يوم امرأة تنشد شعرا تتمنى فيه وصال نصر بن حجاج السلمي، فسأل عنه فإذا هو من بني سليم، وعندما استدعاه طلب منه أن يجزو أو يستأصل شيئا من شعره، لأنه كان مصففا شعره بطريقة تجعله جاذبا للنساء، وهو إلى جانب الملامح الوسيمة في وجهه زاده شعره جمالا. ولا أدري لماذا لم يفرض عليه عمر الحجاب، هذا أمر غريب يعني، لأن أيضا بهذا المنطق ممكن أن يفرض الحجاب على يوسف الصديق النبي في الإسلام والصديق في كما ورد في المسيحية واليهودية، لأنه كان جمال يفتن النساء، وبالتالي الأمر يصب فيما قلناه من قبل عن مسألة الحجاب وعدم التفريق بين المرأة والرجل، وأن الرجل والمرأة هما الاثنان مثار شهوة لبعضهما البعض. إذا ما تتبعنا الأمر جيدا، حتى رجولة الرجل مؤثرة جدا في النساء، ولعلنا حينما نقرأ أن النساء قطعن أيديهن حينما رأينا رجلا جميلا، لم يحدث هذا على مدار التاريخ كله، أن رأى رجال امرأة فخدشوا أيديهم، أو لم يصل الأمر حتى لفكرة تقطيع الأيدي، فالتقطيع هو أمر أشد وأبشع من فكرة أن تخدش أو تقطع حتى يدك. ولكن نعود إلى قصة نصر، فحينما أزال الشعر الذي على جبهته زاده حسنا وجمالا، أي زاد هذا الأمر نصر حسنا وجمالا، فأمر عمر أن يعم، أي يرتدي عمامة. ويذكر ابن حبيب في كتاب المحبر أسماء المتعممين بمكة، فخافه النساء على أنفسهن من جمالهم، وقد بلغوا 13 رجلا. ورد ذلك في كتاب المحبر في صفحة 232 و233. وبعد أن أمره عمر بالعمامة انصاع نصر الأمر، فزادت العمامة حسنا وجمالا أيضا، فطلب منع عمر مغادرة البلاد، أي طلب منه عمر مغادرة البلاد، لأنه لن يبقى مع نصر في أرض واحدة. عمر قد أخذ الأمر بشكل شخصي أيضا يعني، فنفاه إلى البصرة، نفى نصر إلى البصرة. فجاءته من المنفى يوما لعمر، جاءت أنباء من المنفى يوما لعمر، أو أم نصر جاءته، ليست أنباء عفوا، فجاءت أم نصر من المنفى لعمر قائلة له بأن عبد الله وعاصما إلى جواره، وبينما وبين ابنها الجبال والفيافي والأودية. يعني الأم جاءت تشكو عمر، قالت له إن ابنيك يا عمر عبد الله وعاصم إلى جوارك، بينما ابني هناك في البصرة بين الجبال والفيافي. جاءته أم المنفي وعاتبته كحاكم كيف يقسو على ابنها بهذه القسوة، فأجاب إن ابني لم تهتف بهم العوائق في خدورهن، وتتحدث الروايات عن أنه سمع نسوة يتحدثن عن أبي ذئب ويصفونه بأنه أجمل أهل المدينة، فاستدعاه عمر بعد أن عرف أنه عم نصر ابن الحجاج، أي أن الأمر وراثة في عائلتهم، هذه الفحولة والجمال الفائق لرجولتهن أو لرجولتهم. فلما رآه عمر وعاين جماله أمر بنفيه من المدينة، فطلب أبو ذئب أن ينفيه إلى البصرة أيضا، أي يكون إلى جوار ابن أخيه.
نصر، حيث ابن أخيه، عفوا نعم إنه ابن أخيه، وورد ذلك أيضا في طبقات سعد، طبقات ابن سعد في الجزء الثالث في صفحة 385، وابن أبي حبيب ابن أبي الحديد المعتزلي الجزء السادس في الصفحة 213، وأخبار عمر في الصفحة 339. وكان عمر قد رفض التماسا من نصر للرجوع، وإن كان عوضه مالا ودارا بالبصرة، أي أعطاه مالا ودارا لكي يبقى في البصرة ويبعد عن المدينة حتى لا يفتن نسائها. وفي رواية أخرى أن نصر كان رجلا جميلا فنفاه عمر فورا، وثم التفصيل يحكي عن أنه رحل فيما بعد عن البصرة بسبب فتنته أيضا، أي تم ترحيله من البصرة لأنه فتن نساء البصرة هناك، فغادر إلى فارس، وهناك طلب منه مغادرة فارس لنفس السبب لأنه فتن نساء فارس أي إيران حاليا، فهدد عندئذ نصر باللجوء إلى العدو. نصر لم يكن أمامه إلا أن يترك ملته ويلجأ إلى أعداء الإسلام ليجد حريته الدينية وحريته الإنسانية أيضا، لأنه أصبح بنص الإسلام هو مقيد، وبذنب لا ذنب فيه إلا أنه رجل أطاه الله جاذبية وجمال ورقي في المظهر يسبب له مشاكل مع النساء، ليس مشاكل من زاويته ولكن مشاكل مع الحكام، ويبدو أن عمر هو الذي كان يغري به حكام البصرة وفارس وغيرهم لكي يتولوا أمر تطفيشه من مكان إلى آخر، فأمر عمر أن يحلق شعره ويلزم المساجد. في النهاية عمر وصل معه إلى ما كان يبتغيه منذ البداية، أنه وصلوا إلى مرحلة الزهق، إلى أن قال لهم حلك الوحيد يا نصر أن تحلق شعرك تماما وتلزم المساجد. وقيل أن عمر فيما بعد أعاده يثرب أو أعاده إلى يثرب لما بلغه من عفته، أي أن ثبت أن نصر لم يكن غاويا للنساء أو مغاويا لهن، ولم يسعى وراء النساء، ولكن دون ذنب هو رجل فيه وسامة جعلت النساء تتحلق به وتلقي فيه وتقول فيه شعرا، وبالتالي أعاده عمر مرة أخرى إلى يثرب حينما بلغه من عفته، أي أن تأكد أن نصر رجلا عفيفا. كان يكفي هذا أن يضع من يراقبه عليه داخل المدينة، وكان يعلم أنه عفيف أو غير عفيف، بدلا من هذا النفي الطويل المطول من مكان إلى مكان حتى خرج إلى حدود فارس، وربما كان سوف يخرج إلى حدود الكرة الأرضية ويذهب إلى إحدى الكواكب ليستجير بها من هذا النفي. كما روي أنه ما رجع إلى المدينة إلا بعد وفاة عمر، أيضا قيل أنه ما عاد إلى المدينة إلا بعد وفاة عمر، ورد ذلك في كتاب أخبار عمر صفحة 328. ومسألة الحسن الذي يسبب نفيا من الصعب قبولها بهذه الصيغة الحرفية، وإن اختلفت تلاوين الرواية وثمت إضاءة نجدها لدى كتاب المبرد، في رواية تقول فعثر عليه عمر في أمر الله أعلم به فحلق رأسه، وتضيف هذه الرواية نصا شعريا يتهم فيه نصر الخليفة أو الحاكم عمر بأنه حسده على شعره، ذلك أن عمر كان أصلعا، ورد ذلك في كتاب المبرد الجزء الأول في الصفحة 417. فعمر كان يعاني من شيء من الحول، وكان أصلعا وكان أسمر البشرة، غير الشخصية التي وردت في مسلسلات وآخرها المسلسل الأخير الذي أظهره في شكل الرجل الكامل الأوصاف الجميل المبهر الفاتن للنساء، وكأنه نصر الذي نتكلم عنه الآن، الرجل معبود النساء. فالشخصية التي مثلت شخصية عمر في المسلسل الذي كان يعرض منذ عامين أو ثلاثة أعوام من تاريخ هذه الحلقات يبدو أنها صورة مختلفة تماما، فمن رأى عمر حينما يراه طويلا أسمر اللون لديه حول في عينه وأصلع، هذا الأمر كان
يسبب له مشكلة ما من حيث وسامته وجاذبيته، ربما أثار غبارها وجعلها تعتمل في نفسه حينما كانت التفت النساء حول نصر ولم تلتف حول غيره، وبالتالي هو أمر ربما حرك شيئا داخل عمر. فليس القصة قصة نساء قلن شعرا في هذا الرجل الجميل أو الرجل الوسيم، يبدو أنه الأمر أثار عمر بشكل شخصي أكثر منه يعني بشكل موضوعي أيضا. إن أقرب تفسير هو أن عمر وجد شبهة معينة وهي كانت سبب النفي. أما لماذا اختار عمر النفي كعقوبة فأمر يتعذر تبينه من خلال الروايات، هكذا تقول الدراسة التي تركز على فتنة نصر، وربما نصر كان من أسرة نافذة ولا يمكن لعمر إنزال عقوبة شديدة به كالقتل، فاختار أن يكتفي بنفيه. ويقول مسلماني في كتاب السورة المتوارية لعمر بن الخطاب صفحة 228: من وجهة نظرنا صاغ المخيال الروائي والمشيع بنماذج قبلية من نصر بن حجاز صورة فيها تشابه معين لصورة يوسف، هذا ما قلت لكم من قبل في صورة يوسف الصديق أو يوسف النبي، النبي عند المسلمين والصديق عند اليهود والمسيحيين أو ما يقال عنهم في أدبيات المسلمين النصارى، الوارد قصته في القرآن والتوراة. وبكل الأحوال فإن مضمون حكاية يوسف ونصر هو رغبة ممارسة عملية إغواء للمرأة أي نوع من آليات الدفاع. الطلاق، في البحث تحت عنوان الطلاق، وفق النص القرآني لا يجوز للمرأة الاقتران من زوجها السابق لها والذي سبق أن طلقها 3 مرات إلا إذا تزوجت رجلا غيره، وكان هذا سائدا أيام محمد وأبي بكر، وكان إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق 3 لم تعتبر إلا طلقة واحدة، ولما جاء عمر أمضى هذا الطلاق 3 خلافا لما كان عليه الحال حيث قام بإمضاء الطلاقات 3 أو التطليقات 3 بكلمة واحدة كأنه 3 طلقات، وقد خلفه لاحقا غير واحد أو كثير يعني من الفقهاء. ورد في كتاب الفاروق عمر الجزء الثاني صفحة 256 و258. هنا لدينا بحث بعنوان الصفناي يوسف الصديق بين القرآن والعهد القديم، وهو بحث تحت الطبع. توصل البحث إلى أن يوسف لم يكن يتمتع بجمال غير عادي كإنسان مجرد إنسان جميل، إنما هي كانت هالة ورونق وجاذبية فائقة من الله لا علاقة لها بالجمال الحسي والبشري. فليس هناك من مهما بلغ جماله أن يبهر إنسانا آخر للدرجة التي يسهى فيها وتذوب نفسه حتى يقطع أصابعه وهو لا يدري. فهذا لم يكن مجرد جمال وجه وجمال صورة وجمال هيئة، وإنما كان جمالا غير عادي، رونق إلهي أعطاه الله جاذبية فوق العادة، هالة من الهالات التي تحيط بيوسف الصديق أو النبي يوسف أو كما يقال في التوراة يوسف الصديق، وينطقه البعض الآخر بيوسف النبي. هنا التطليق بالثلاثة قبل أن نغادرها لنذهب إلى قصة ضرب المرأة. التطليق الثلاثي هو الطلاق البدعي أو ما يقال عنه بدعة عمر بن الخطاب التي استحدثها في الإسلام. فالطلاق مرتان كما جاء في القرآن، امساكم بإحسان أو امساكم بمعروف أو تطليق بإحسان، لم يعرف الإسلام وكل الفقه بل حتى الأحاديث النبوية وما مارسه النبي وما مارسه الصحابة من أن أو ما يعرف بالصحابة مجازا أي الذين معه من المؤمنين المجاورين له في مجتمع يثرب ومكة، كانوا الطلاق في على 3 مرتين، وفي المرة الثالثة يصبح الطلاق بائنا.
وبالتالي فكرة أن يقول الرجل لامرأته تطليقا ثلاثا في مرة واحدة في ليلة واحدة في وقت واحد هي بدعة، حتى أنه في المحاكم المصرية يقال لهم هل تطلقها شرعيا أم تطلقها بدعيا. هو القاضي هنا يلمح إلى أن الطلاق هو بدعة، وبدعة مقرة داخل تشريع أهل السقيفة والأكثرية أو ما يعرف بالسنة والجماعة، هم الذين أقروا هذه البدعة، وهي بدعة عمرية بامتياز أقرها مخالفة لنص الأحاديث ولنص القرآن، وأصبحت هي بدعة من البدع. وكما تعلمون وكما هو الحديث الذي يطبق على الجميع مهما على قدرهم ومهما على شأنهم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نأتي إلى قضية ضرب المرأة، فإن أحد أخطر الأحكام التي تتعاطى مع المرأة ألا هو السماح بمنع ضرب النساء، فجاء عمر يحذره من عواقب قراره ويحرضه على الترخيص بضرب النساء. وتضيف الرواية بأن محمدا أي أن عمر يحذر محمد النبي من عدم ضرب النساء، بل أمره بضرب النساء. وتضيف الرواية أن محمدا حينما نزل الوحي بضرب النساء كرخصة قام في تلك الليلة العديد من الرجال بعدما انتشر خبر السماح بضرب النساء بالاعتداء على نسائهن في وقت واحد، هي أشبه بالحمى أو أشبه بالهستيريا الجماعية. ورد ذلك في كتاب الدر المستطاب صفحتي 134 و135. وهذا ما دفع بالكاتبات اللواتي يدافعن عن المرأة لاعتبار أن الوضع الحقوقي المشحب بحق المرأة يعود إلى عمر بن الخطاب، ولا سيما مسألة الضرب، والمسألة هي تطور في المنظومة الإسلامية ككل، ولم يكن عمر إلا أحد ممثليها لا ممثلها الأوحد، إذ كان محمد أو الرسول ممثلها الأبرز أو البارز أيضا. فكيف يستطيع المرأة أن يتجاهل ما ورد في نص خطبة حجة الوداع، خطبة الوداع ذو الحجة 1 هجرية وشهر مارس عام 623 بشأن المرأة، حيث يقول النبي محمد في خطابه الأخير في ذي الحجة 10 هجرية عفوا وليس 1، في خطاب الأخير وهي الخطبة الأخيرة التي تقابلها موعظة الجبل للسيد المسيح، إذما قال كل ما يستطيع أن يقوله ويلخص كل العقيدة وأوامر الدين في هذه الخطبة الجامعة المانعة. فقال لجمهور المؤمنين: أما بعد أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحد تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهينا فلهن كسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكن عوارة لا يمكن لأنفسكن لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهم بأمانة الله واستحللتم فروجهم بكلمات الله. وكلم وعوان معناها عانية أي أسيرة. ورد ذلك في سيرة ابن هشام الجزء الثاني صفحات 603 و604، وفي تاريخ الطبري الجزء الثاني في الصفحات 205 و206. وتتبنى كاتبة معاصرة وهي فاطمة المرنيسي هذا التوجه أيضا في كتابها الحريم السياسي النبي والنساء، ترجم إلى العربية ترجمه عبد الهادي عباس عن دار الحصاد في دمشق الطبعة الثانية عام 1993. يتسم الكتاب باللا تاريخية، حيث حمل عمر مسؤولية مناوئة مشروع المساواة النبوي، مشروع المساواة النبوي أيضا المساواة بين الرجال والنساء. وترى المؤلفة في كتابها أن ثمة فارقا بين محمد وعمر، أي بين النبي وبين الحاكم عمر، الذي يعكس رؤيتين متعارضتين تماما في العلاقة الزوجية، وبخاصة استعمال العنف ضد المرأة. لقد فاجأ النبي جميع من يحيط به برقته مع نسائه، لأن الكثيرين من الصحابة وعلى رأسهم عمر لم يترددوا في صفعهن أي صفع النساء،
كما تكرر دائما اتهامات لعمر بأنه سبب الإجحاف الذي لحق بالمرأة في الإسلام. ومؤلف آخر يقول: وعمر ينصب نفسه داعية وحاميا لحق الزوج في ألا تراجعه زوجته، وينهي زوجات محمد النبي أيضا عن ذلك، ويهددهن بأن الله سيهلكهن، وكان أجر بالزوج نفسه أن يفعل ذلك، وهذا أعلى شأنا وأكثر مقدرة من عمر بن الخطاب لصفة النبي والرسول والمشرع. هنا في البحث قلنا إن في عندي بحث آخر الذي قلت لكم سابقا، مجادلات أو محاورات مع أهل القرآن تحت الطبع، ينفي فيه مفكرون إسلاميون صفة التشريع عن النبي، وأن صفات وظائفه حسب القرآن هي البلاغ والتبشير والإنذار والدلالة على طريق الهدى، أي أنه يدل على طريق الهدى وليس هاديا. فالنبي ليس هاديا، وإنما هو يدل على الهدى، فالهادي هو الله والهادي هو القرآن بنص القرآن، وليس هناك صفة من صفات الهادي للنبي كما يقول العوام وكما يقول أهل الأكثرية والسخيفة ما يعرف بأهل السنة والجماعة، فهو إنما إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، الآية الوحيدة التي أعطته صفة الهداية قالت له إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أي أنك تمهد أو تعطي الناس الفكرة عن الطريق المستقيم، ولكنك لا تهدي نفوسهم ولا قلوبهم. فدائما الله هو الذي يهدي من يشاء، وأن على الله الهدى، وأن الهدى أيضا يأتي من القرآن حينما يقول في مطلع في سورة البقرة: هدى للمتقين، أي على القرآن باعتباره هو الكتاب الهدى، وكذلك الله يهدي من يشاء. وكذا أما النبي إنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي أنك تدل، معنى كلمة تهدي أنك في هذه الحالة أنك بلام التوكيد لتهدي أو لتدل على الطريق المستقيم. وقيل أكثر التفسيرات أن صراط المستقيم هو علي بن أبي طالب، هو الطريق المستقيم الذي يطبق القرآن بعد النبي ويصبح قاضيا ودليلا للمؤمنين وضابطا للحالة الإيمانية وحاميا للفكر الإسلامي من أمثال كعب الأحبار وغيرهم ووهب بن منبه وغيرهم، هؤلاء الذين أريد بهم أو جيء بهم خصيصا ليحرفوا المؤمنين والمسلمين عن خط محمد، ولكن كان علي لهم في فترة إبعاده عن الخلافة، كان في فترة هذه الفترة كان يراقب الأوضاع ويأتي كل يوم إلى المسجد النبوي ليرقب الأحداث ويعلم ماذا يقولون، وكان يغير المقالات والقولات التي يقولوها إذا كانوا إذا خرجوا فيها عن جادة الصواب ويعيدهم إليها، وكان يلجأ إليه أبو بكر ويلجأ إليه عمر في القضايا وفي القضايا الفقهية لكي يدلي بدلوه فيها، فليس هناك من هو أعلم منه، وكان هو حبر أحبار الأمة بين بالنسبة للأمة جميعا. ولكن فيما بعد قال أهل ما يعرف بالسنة والجماعة أن ابن عباس، وهو كان تلميذا في البداية للإمام علي، هو حبر الأمة، أي ابن عباس هو حبر الأمة، بينما هو اهتدى فيما بعد أيضا وتغيرت وجهة نظره ولجأ إلى كعب الأحبار، فاختلط عنده الماء بأشياء أخرى فأصبح تلميذا لكعب الأحبار، وأصبح ابن عباس ليس من منهل علي بن أبي طالب، وأصبح حبر هذه الأمة هو كعب الأحبار وتلميذه ابن عباس، وأصبح حبر الأمة ما يعرف بالموالاة أو موالين أهل البيت أو المتشيعة أو ما يقال عنهم الشيعة مجازا، هم هؤلاء الذين اتبعوا حبر أحبار الأمة علي بن أبي طالب. نسأل لكم وللجميع الهداية، لا يعرف أحد أين يكون الحق، ولكن الحق دائما ليس له إلا حالة واحدة، لا يمكن تجزئته على أمتين أو على مذهبين أو على فرقتين، وإنما هناك فرقة ناجية واحدة، وهناك سفينة نجاة واحدة، وهناك طريق واحد للخروج من كل هذا الخضم المدلهم وهذا البحر الأسود العباب الذي لا يعرف نهايته إلا من عصم نفسه وركب سفينة نوح، وحيث يقال أن هذه السفينة طبقا للأحاديث هي علي بن أبي طالب ومن
صار على ضربه، وهكذا لم يقل الأحاديث، لم تقل الأحاديث أن هناك ضرب آخر يمكن أن يسلكه الإنسان وينجو، ربما احتفظ لنفسه بشيء من النجاة في بعض الوقت، لكن في النهاية هو لن يصل إلى شاطئ النجاة، وهذا الأمر من بنص الأحاديث، فليس هناك لافتة يمكن أن تضمن حقا ولا تضمن باطلا، ولكن لا تتبع متشيعة ولا تتبع سنة، ولكن اتبعوا الحق، اتبعوا منهج الحق والحقيقة مهما كانت اللافتة التي هو تحتها. قد يكون تحت هذه اللافتة ما يفعله أهل السنة فهذا شيء جميل، وإذا كان الحق والحقيقة تحت ما يعرف بلافتة أهل الشيعة هو شيء جميل، ولكن دائما ضعوا أعينكم، نصب أعينكم على الحق وعلى الحقيقة، لا تضعوا أعينكم على اللافتات، لافتة شيعة أو لافتة سنة، فهذا أمر قد يورد بكم موارد التهلكة، ولكن دائما يكون بحثكم عن الحقيقة أينما كانت وأينما ثقفت، إن كانت مع ما يعرف بالمتشيعة فأهلا بها ونعمت، من كانت مع أهل السنة والجماعة فأهلا بها ونعمت، فكونوا مع الحق فقط ولا تهتموا باللافتات، فاللافتات كما قلت لكم مثل صق المبشرين بالجنة، يمنعك هذا الصق أن تفهم الأمور جيدا، تحكم على الشخصيات جيدا، تحكم على الآيات القرآنية جيدا، تحكم على الأحاديث بشكل جيد، لأنك محكوم منذ البداية بفكرة بلافتة تقول أن هذا هو الحق، وبالتالي قد تمنعك من تفسير الحق على قدره الحقيقي. نعود إلى الدراسة مرة أخرى، ربما نعود مرة أخرى نتكلم عن الحق والحقيقة، فليس هناك تحيز لنشاط ولا تحيز لمذهب ولا تحيز لجهة، ولكن تحيز للحق والحقيقة. أما عندي أنا هو تحيز للبحث العلمي والحقيقة التي ممكن نصل إليها كمحقق وكباحث، ليس الأمر هنا ميدان للتدين، ولكن هو ميدان للبحث الحقيقي في التاريخ وفي السيرة وفي العقيدة وما إلى ذلك، فليس هناك مجال عندي بالأولى بالاهتمام باللافتات. نعود أيضا للدراسة، تقول: وعمر ينصب نفسه داعية وحامية للحق الزوج في ألا تراجعه زوجته، وينهي زوجات محمد عن ذلك ويهددهن بأن الله سيهلكهن، وكان أجدر بالزوج نفسه أن يفعل ذلك، أي محمد، وهذا أعلى شأنا وأكثر مقدرة من عمر بن الخطاب لصفة النبي ورسول المشرع. هم في الدراسة قالت أن الرسول مشرع، ورسول أن نحن نعلم أنه ليس مشرعا، لأن كلمة سنة تعني مشرع، وأنا ضد كلمة سنة بالأساس، لهذا لم أقول لكم في الحلقات السابقة، أقول أن كلمة سنة هي كلمة خاطئة، لأن ليس هناك للنبي سنة، لأن السنة تشريع، ولكن النبي فقط أسوة حسنة كما ورد في آية القرآن: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي اتباع فيما يطبق فيه القرآن، وليس ما يبتدعه أو ما يشرعه من عنده مخالفا للقرآن أو مختلفا عن القرآن. هنا حينما يشرع النبي أصبح مسننا لتشريعات ومسننا لقوانين إيمانية، وحينما يشرع الرسول ويقنن ويسنن أصبح تسمية السنة، هي السنة دائما في القرآن هي سنة الله التي لن تجد لها تبديلا. أما الرسول لم يعطيه الله كلمة سنة في القرآن، إنما أعطاه كلمة أسوة، وكلمة أسوة تفترق فرق السماء عن الأرض عن كلمة سنة، فالأسوة هي تطبيق للسنة التي أتى بها الله ويطبقها الرسول فنتبع فيها ويكون لنا فيه أسوة حسنة. أما السنة هي سنة الله التي لن نجد لها تبديلا، هي التي يعطيها الله للمؤمنين من داخل نص مقدس وهو القرآن، وقد ترد في الأحاديث، ولكن الأحاديث أيضا يتوقف على من يرويها، وهل يرويها من هو صادق ومن هو كلامه مؤكد. هنا حتى السنة تعرفنا كيف كان الرسول يطبق هذه السنة وكيف كان أسوة حسنة. لكي نعلم هذه الأسوة الحسنة علينا أن نرى أي المذاهب وأي المواضع التي ممكن أن نأخذ منها، كيف أقرب التخمينات الصادقة والصحيحة، كيف كان يتصرف وكيف كان يطبق القرآن وكيف كان قرآن يمشي على الأرض. فلا أعتقد أن هناك من كان أدق في أن ينقل عن النبي من محيطين به ومن أصحابه ومن معارفه ومن الذين كانوا معه، إلا ربما كان المقربين منه من أهل بيته ومن الملاصقين له
والذي كان دائما يفضي إليهم بما لم يراه المحيطين به المعروفون باسم مجازيا باسم الصحابة. وتضيف رسالة: يتضح كيف ترك عمر بن الخطاب وأمثاله من رجال العرب من ذوي النزعة الأبوية المتسلطة بضمانهم على كثيرين من الأحكام، تركوا بصماتهم على كثير من الأحكام التي تفرض على النساء العربيات اليوم باسم الإسلام معناها ليست من الإسلام، كما رآه واتبعه محمد. هو جاء ذلك في دراسة بعنوان الوجه العاري للمرأة العربية، هذه نشرة من المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت، طبعت عام 1977 في صفحتي 44 و45. يقول مالك مسلماني في كتاب السيرة المتوارية صفحة 230: علينا أن نلاحظ التطور في المنظومة الإسلامية، بلغ في سنة محمد الأخيرة أعلى درجات التمركز والذكوري. هذا يعود إلى نقطتين: الأولى الميل الذي أظهره محمد أكثر نحو ذكورية تقترب من العادات والسلوكيات سلوكيات الأسر الملكية الشرقية، وربما كانت واضحة في النص القرآني بعدم حق نسائه من الزواج بعد وفاته، والتي وردت سابقا في التلمود. وهنا مالك مسلماني يفترض أن الرسول محمد هو الذي يكتب آيات القرآن، وهو الذي يعطي نصا بألا تتزوج زوجاته من بعده، فهو يقول أيضا هنا بعدم حق النساء في الزواج من بعد وفاته التي وردت سابقا في التلمود، الذي التلمود أيضا قدم منعا مشابها بحق نساء ملوكهم، أي أن ملوك الأسر اليهودية الشرقية كانوا ينصون على عدم زواج زوجاتهم من بعدهم. وهنا يرى مسلماني أن محمدا حينما كان يكتب القرآن بيده، من وجهة نظره هو كان يكتب هذا النص لنفسه ويمنع نسائه من الزواج من بعده، كما كان هذا العرف منتشرا في أوساط حكام الشرق. ورد أيضا ذلك في كتاب معجزة القرآن صفحة 212. وقد ظهر هذا الميل أكثر بالأخص مع السلطة التي بدأ القرآن يمنحها لمحمد الرسول بتكرار المطالبة بإطاعة الله ورسول في المرحلة التربية الأخيرة، حيث بلغت قوة محمد النبي أوجها الذي أوصلت حد اشتراط تقديم صدقة على مقابلته، كما شرط القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة وذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، في سورة المجادلة الآية 12، وهي أن نلاحظ في آخرها: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، أي أنه ليس هناك تدقيق ولا تأكيد ولا إلزام لمن يدفع هذه الصدقة، والتي قال المفسرون بأنها جاءت التخفيف عليه من ثقل حضور الناس الذين كثروا على النبي في أواخر أيامه. وقال آخرون بأن شرط الصدقة كان على الأغنياء، غير أن منطوق الآية يشير إلى أمر عام وليس إلى طلب خاص. على أي حال وبسبب الظروف الموضعية لم تكن تسمح بهذا السلوك الإمبراطوري، فإن القرآن ألغى هذا الشرط في الآية التالية: أشفقتم أن تقدموا بين نجواكم صدقات، في مجادلة في الآية 13، في حين أن عمر وهو أمير المؤمنين لم يرى غضاضة من قول الرجل له أثناء نقاش: اتق الله يا أمير المؤمنين، ويرد على معترض على الرجل داعة قال الرجل أراد أن يمنعه، قال له: دعه فليقولها لي، نعم نعم ما قال. وأضاف: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها منكم. ورد ذلك في كتاب تاريخ عمر في صفحة 235، وهذا أمر مغاير تماما للمتتبع لسيرة حياة عمر بالكامل، يجد فيه غلظة وقسوة تمنعه من أن يتساهل وتباسط مع مثل هذا الرجل، وأن يتركه أن يقول له في وجهه: اتق الله يا أمير المؤمنين. لعلنا نتذكر ذو الخويصرة حينما قال لنبي الإسلام محمد: اتق الله يا محمد وعدل معطيني أنك لا تعطيني من مال أبيك، فضحك الرسول وقال: أعطوه ما يريد، فأخذ الرجل منه. وربما أحس الناس أن الرجل بهذا الأمر قد حسن إسلامه، فدارت الأيام وانتهت بذو الخويصرة يكون من أكبر رجال الخوارج الذين خرجوا أيضا على وصي أو خليفة رسول الإسلام الإمام علي بن أبي طالب
وحاربه مع الخوارج. فهذه النظرة الأعرابية لا تثمر فيما بعد خيرا، ولكن لا هذا لا يمنع أن تفعل الخير حتى مع من لا يستحقه. هكذا كانت نظرة النبي محمد لمن حوله، وهو قد قابلهم بأسلوب مختلف تماما عما كانوا يعتادونه من أخلاق العرب ومن طرق تصرفاتهم وردود أفعالهم. فكان مفاجأة أن يحسن لمن يسيء، وأن يكون رحمة، وأن يكون خافضا الجناح، وأن يكون متعففا، وأن يكون أيضا كما قالت عنه الآيات، كان في بعض الحالات أيضا حينما تأمره الآيات بأن يكون يعني طويل البال مع الناس، وحتى أنها نفت عنه أن يكون فظا أو غليظ القلب، أنه أوتي رحمة من الله جعلته مقبولا لدى الآخرين وقابلا لرذالاتهم وقسوتهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا موضوع نستكمله أيضا في الحلقة المدينة، لنرى نظرة عمر للمرأة وكيف قبوله لضربها، وكيف أنه لم يضرب سوى النساء طوال حياته، أنه لم يضرب رجالا إلا حينما تولى السلطة رسميا وأصبح حاكما فعليا، بدأ يمسك الصوت والضرة ويضرب الرجال، فقد سبق له ضرب الكثيرين ومنهم فاطمة ابنة النبي محمد. سنراكم الحلقة القادمة إن شاء الله على خير، وأستودعكم في يد الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام من الله ورحمة.